السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيه بالتأكيد على الأحداث اللي دايرة في الشارع المصري، هنتكلم على النادي الأهلي وباقي الأندية المصرية، هتكلم كمان على أبرز العناوين ومن ثم التفاصيل. هبدأ بأهم عنوان بالنسبة المفرح بالنسبة لجماهير النادي الأهلي اللي هو اعتماد الفيفا من سنة 2025 أكتر من أربع فرق من أفريقيا. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ان رسميا مشاركة النادي الاهلي في بطولة كاس العالم للاندية لغاية 2025. طب الكلام ده ازاي؟ وايه قرارات الفيفا؟ ان شاء الله هنتكلم من خلال الفيديو. هتكلم كمان على فشل لجنة التخطيط في النادي الاهلي وهثبت لك بالدليل. هتكلم على كمان حاجة مهمة جدا اللي هو محمد الضي كريستو وانضمامه لمنتخب تونس، واحمد قندوسي وانضمامه لمنتخب الجزائر. وخد بقى الخبر الجامد ده جدا، اشرف بن شرقي على رادار النادي الاهلي. اشرف بن شرقي مش ناجح في الجزيره، اشرف بن شرقي على رادار النادي الاهلي. كمان هنتكلم في حاجه مميزه جدا واتكلمنا فيها مدى المره الالف، جلسه صلح ما بين كابتن محمود الخطيب وكابتن رمضان صبحي. تعالى بقى اكلمك، اول حاجه هنبدا بيها طبعا، تعالى بقى اتكلم معاك حاجة مهمة جدا 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 لمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم 2025. اللي أنت بتقوله ده اللي بقوله، إن عشان تشارك في 2025 لازم الأربع سنين اللي قبل 2025 الأربع فرق اللي شاركت أو أخدت بطولة أفريقيا اللي هتلعب في 2025. بمعنى إيه؟ اللي أخد بطولة 25 سنة 21 عفوا النادي الأهلي من كايزر شيفس، 22 الوداد، 23 ما تحددتش، 24 لسه طبعا هتتلعب الموسم القادم. فانت عندك اربع فرق هيلعبوا في 25 و12 فريق من اوروبا و12 فريق من امريكا اللاتينيه واربعه من افريقيا واربعه من اسيا وواحد من قاره الاوكيانوسيا. طب تعالى اكلمك بقى في حاجه مهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فشل لجنه التخطيط. اللي انت بتقوله ده تعالى اقول لك ليه. اولا كولر منزعج جدا 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 ان ما عندوش مهاجم تارجت مان لعيب كبير، دايما عنده شكوك في مركز الفيرود. شادي حسين ما قدمش اي ناتج من ساعه ما جه النادي الاهلي، ما قدمش اي اضافه. كمان محمد شريف بيمشي على سطر وسيف سطر، كهربا بيلعب في مكان مش في مكانه، بيرسيتاو مش مهاجم يا جماعه صريح. طب تعالى اقول لك الاداره او لجنه التخطيط بالاحرى فشلت في ايه. اولا لعيب كبير زي صلاح محسن، زي احمد بيكهام، زي لعيب المتميز جدا احمد ياسر ريان اللي هو مستقبل مصر في الفترات القادمه في مركز المهاجم او في راس الحربه الصريح، محمد شكري الباك ليفت المتميز جدا، اربع لعيبه عشان تجيب اثنين لعيبه، واحد عنده 30 سنه اسمه شادي حسين، ولعيب اسمه مصطفى سعد ميسي كريستو افضل منه، وفي لعيبه في الناشئين النادي الاهلي افضل منه، تودي تجيب لي اثنين دول وتودي لعيبه بالامكانيات دي. صلاح محسن اللي كان جاي ب 42 مليون جنيه اللي كان من افضل لعيبه في مصر، كان بيلعب منتخب مصر اللي راح سموحه وكسر الدنيا، انت بتضحي بالاربع لعيبه دول، لعيبه جامده جدا اللي هو النهارده معاك في السكواد بتاعك، كانوا فرقوا معاك في افريقيا وفرقوا معاك كمان في الرابطه وفرقوا معاك في كل البطولات اللي انت بتلعب فيها. طيب تعالى اكلمك في حاجه بقى مهمه كمان، شادي حسين، فين شادي حسين؟ مصطفى سعد ميسي، سموح، مين اللي بيختار يا جماعه الناس دي؟ مين الفني اللي بيختار الناس دي؟ حرام، اربع لعيبه بالامكانيات دي، صلاح محسن، احمد ريان، احمد بيكهام اللي افضل من رامي ربيعه وياسر ابراهيم بخمس اضعاف، محمد شكري الباك ليفت، علي معلول السنه دي كان منهك بدنيا، كان هو بقى افضل بديل ليه، لعيب متميز لو اتصبر عليه سنه ولا اتنين هيكسر الدنيا، لعيب عنده سرعات وشويط وحريف، ولعيب عنده كاريزما وشخصيه في الملعب. ده دور لجنه التخطيط يا جماعه، ده دور لجنه التخطيط، تقصير غير عادي، تقصير غير عادي. في خبر بقى مهم جدا جدا ذكرته مع حضراتكم دلوقتي، كابتن احمد شوبير محاوله الضغط على تطفيش كولر اللي انت بتقوله ده عشان سببين، اول سبب هو صديق شخصي لحسام البدري، ثاني سبب كولر عايز يمشي مصطفى شوبير.
طبعا مصطفى الشوبير بالنسبه لاحمد شوبير هو طبعا خليفته وابنه، وزي ما بيقولوا ده هو اللي هيكمل المسيره، بيلعب في النادي الاهلي ولاعيب واعد ولاعيب متميز ومن حراس المرمى متميزين. والشناوي بقى 35 سنه كلها سنتين ثلاثه في الملاعب وشكرا. فانا ابني اللي هيمسك الايه؟ هياخد السجاده او يشد السجاده من تحت الشناوي. فكولر عايز يمشيه يبقى نطفش كولر، نشتغل عليه في الاعلام، ندوس عليه شغل اللجان الالكترونيه نطفش كولر. ثانيا عشان كابتن حسام البدري قريب جدا 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 هو البديل الرئيسي والوحيد في تفكير اداره النادي الاهلي بعد كولر. طب هنتكلم على ايه كمان؟ اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي يا جماعه معروض على النادي الاهلي من شركه فرنسيه فيها وكلاء لعيبه متميزين جدا وشركه متميزه جدا في تسويق اللعيبه، عرض اشرف بن شرقي على النادي الاهلي. طب ليه بتقول كده؟ لان مستواه مع الجزيره سيء، مش ده اشرف بن شرقي، الوضع مش مظبوط. ودول الخليج ما بتصبرش، تدفع ملايين الدولارات فانت ما اثبتتش جداره بره، هيبقى قدامهم فضله بين الزمالك والاهلي والفلوس اللي هتحكم والبطولات اللي هتحكم، فهو اقرب للنادي الاهلي. اشرف بن شرقي اقرب للنادي الاهلي. تعالى بقى اكلمك على المنظومه بتاعتنا اللي ماشيه على سطر تصيب سطر، اللي هي البلوه اللي اسمها كاس الرابطة. عامر حسين مستني النادي الاهلي يطلع من افريقيا والزمالك يطلع من افريقيا عشان حته بطوله ملهاش اي 30 صنف في اللازم. النادي الاهلي هيلعب في دور ال 16 طبعا النادي المصري، ونادي الزمالك هيلاعب مين؟ هيلاعب البنك الاهلي، والاسماعيلي هيلاعب غزل المحله كالعاده. بطوله ملهاش اي 30 لازمه نهائي، ولا ليها اي قيمه تسويقيه ولا ليها اي قيمه فنيه، بالعكس ده بتخلص على اللعيبه، بتخلص على اللعيبه بدنيا وفنيا وذهنيا وكل حاجه. طيب تعالى بقى اكلمك في حاجه تشرف جميع الاهلاويه، محمد الضاي كريستو. ايه دي الصفقات يا جماعه؟ مش شادي حسين وسعد ميسي والقصص دي. لعيب 19 سنه هيلعب منتخب تونس الاول في مباراتين ليبيا اللي هو الجوله الثالثه والرابعه في تصفيات المؤهله للامم افريقيا. لعيب متميز، وكولر باشا ما بيعتمدش عليه نهائي. طب احنا عارفين ان منتخب تونس تأهل خلاص لكاس العالم، احنا الكوره في مصر يا جماعه المحك، نخش بمنتخب مصر ما جبناش بونت، وتونس بتصعد، السنغال بتصعد، والفرق ليها قيمه، ليها وضعها، ليها وضعها. تعال بقى اكلمك في حاجه ما حدش قالها قبل كده، المغرب قدمت الملف بتاعها مع البرتغال واسبانيا تنظم كاس العالم سنه 2030. طب ليه؟ لان كان في توامه وفي حاجه مميزه جدا بين مصر واليونان والسعوديه، طبعا بعد التنظيم السيء لمنتخب مصر او لمصر في والاداء السيء لمنتخب مصر في البطوله الاخيره بطوله امم افريقيا المؤهله لكاس العالم للشباب، بعد الفشل الذريع والملعب اللي كان سيء وبعض التخبطات وكمان النهائي ما كانش فيه 500 600 متفرج، البطوله كان شكلها وحش، مش ده مستوانا ومش ده، احنا طول عمرنا اصحاب الرياضه في كل حاجه. فالبساط بتسحب من تحت ايدينا احنا واليونان والسعوديه. فالمغرب واسبانيا والبرتغال الثلاث دول اصلا قريبين جدا من بعض، جدا جدا جدا، في محاوله تقديم الملف بتاعهم لتنظيم كاس العالم 2030. اتمنى بقى التوفيق للمنتخب المغربي واتمنى التوفيق للدوله المغربيه. ناس بتفكر صح يا جماعه، وملاعب المغرب حكايه وتنظيم محترم وجمهور محترم. اتمنى التوفيق للمغرب. تعال بقى اكلمك على احمد قندوسي. احمد قندوسي استدعي للمنتخب الجزائري، دي حاجه تشرف، هي دي الصفقات، مش شادي حسين وسعد ميسي. اتمنى التوفيق للعيبه المتميزه جدا. اتمنى يا جماعه موضوع كاس الرابطه ده بقى ملوش لازمه ولا لاي قيمه، ده انت بتخلص على اللعيبه الا في حاله واحده، لو في كل فرقه اسمها فرقه الامل، خاصة الفرق الكبيرة، فرقة الأمل دي اللي هي بتبقى الفرقة اللي تحت الفرستين تلعب في البطولة دي، يبقى العين على اللعيبة المتميزة اللي هتطلع هتبقى إضافة للفرق بتاعتها أما تلعب في فرستين. دي الحاجة الوحيدة اللي أقول لك كويسة، أما إحنا الفرقة تلعب باللعيبة الأساسية
تخلص عليها بدنيا، تخلص عليها نفسيا، تخلص عليها ذهنيا، تيجي في افريقيا، تيجي هنا، تيجي هنا، تيجي في الدوري ما تلاقوهمش، لان بطوله ما لهاش اي قيمه حبيه كده. في انجلترا يا جماعه ليفربول بيلعب في البطوله دي، بيلعب في البطوله دي بالناشئين، لان ما لهاش اي قيمه في انجلترا، ما بالك في مصر. وانت عايز تقلد انجلترا يا جماعه، في فرق في كواليتي اللعيبه، في طريقه لعب المدربين، في الفكر، في الاكل، في الشرب، في الشغل كامل مكمل كلاعب كوره. في فرق كبير جدا جدا في الامكانيات، في كل حاجه، في الملاعب، في الاكل، في الشرب، في شغل الاحمال المقننه، في المدربين، في الملاعب، في كله، في الجيم، في كل حاجه. فانت ما تقارنش. دي حاجه كويسه لو هنلعب بفرقه الامل او الفرقه اللي تحت الفيرست تيم، اللي هي فرقه السكند تيم. ده اللي احنا كنا طالعين نتكلم فيه النهارده مع حضراتكم. عايز بقى اذكركم بحاجه، سان داونز هيريح 10 لعيبه اساسيه في مباراه الهلال، دي كارثه من الكوارث. الهلال كسب، النادي الاهلي بره، شباب بلوزداد اتعادل، كسب الزمالك، الزمالك بره، كارثه. لو الاهلي والزمالك ما صعدوش كارثه يا جماعه، من الكوارث كارثه. الامل الوحيد فين دلوقتي؟ في فيوتشر وفي بيراميدز في الكونفدراليه. اتمنى لهم التوفيق، واتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه، خاصه نادي الاسماعيلي يا جماعه. نادي الاسماعيلي بابنائه المحترمين لازم يفوق من الكبوه دي، عنق الزجاجه دي لازم يطلع منها. كابتن حمزه الجمل مدرب مخضرم وممتاز، كابتن حمص حاجه حدث ولا حرج، ومنتخب مصر وفاكرين جوله في ايطاليا حاجه متميزه، وفي التدريب فكر عالي جدا. اتمنى بقى النادي الاسماعيلي فيه لعيبه يا جماعه، والله فيه لعيبه جامده جدا، عبد الرحمن مجدي والشامي وبارل المحمد، وفي لعيبه، في وعمر الوحش ومحمد حسن، لا 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 وباسم، في لا في 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 5 6 7 8 لعيبه جامدين جدا. اتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه. وده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ريت تشترك في القناه، فعل زر الجرس يصلك كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.